المنصة لا تكون يعني إدارة الجلسة لا تكون لرئيس دون النواب والعكس صحيح، فرجاء خلينا نحترم الوقت ونتعامل بروح يعني الإيجابية، ولا نفترض ولا تقيم أو تحكم على النوايا، لأن لا أنا ولا أنت تملك ذلك. أنا لدي هنا طلب بقفل باب النقاش من سعادة النائب سيد فلاح هاشم، سعادة النائب أحمد العامر، سعادة النائب باسم المالكي، إن كنتم توافقون على ذلك قفل باب النقاش. التصويت عندكم وقرار قراركم، التصويت عندكم والقرار قراركم، لو سمحتوا تصويت. القرار لكم، تستطيع أن تمتنع. صوت باللي تعتقده صح. لو سمحت تقعد لما أسمح لك بالكلام. كان عندنا طلب الأمين العام، هل كان في تصويت؟ الأغلبية رافضة. لا تتشنج، الله يحفظك. الأغلبية رافضة لطلب قفل باب النقاش. إذا لك أنت تريد مداخلة أو نقطة نظام؟ لأن إذا مداخلة تأتي بعد عادل. تفضل نقطة النظام. معالي الرئيسة، مع احترام، لحظة شوي ابو صالح، انا مع احترامي الشديد اليش انت رئيسة مجلس النواب وليس رئيسة النواب، يعني انت مو رئيسة علينا، احنا مو موظفين هنا، احنا نواب لان حق حالنا حالش، وانا مو متشنج على اساس تقول لي ان انا قاعد اتشنج، هذا كلام واضح. انا طلبت نقطة نظام قبل لا تجلش الورقة، والمفروض تعطيني حق الكلام ورد على اي شيء ابغيه، لان هاي مساحة الحرية مفتوحة عندي معالي الرئيسة، مو مسموحة إليش ان انت تلغين او تتجاهلين نقطة نظامي. انا نائب في النهاية، حالي حالش. شنو الحين نقطة النظام؟ انت رئاسة مجلس النواب وليست رئيسة النواب، احنا نواب هنا، احنا مو موظفين. وردا على الاخ المقرر مع الرئيسة، النائب هنا يناقش اي شيء يبغي في مجال المشروع وغير المشروع، احنا مع المشروع ونبغي المشروع يمشي، لان صلاحية النائب احنا نبغيها في النهاية، بس الفكرة على اساس تكون واضحة. اذا الرئاسة هي الرئاسة اللي تدير الجلسة، لا مقرر ولا نائب يدير الجلسة. شكرا معالي الرئيس. اشكرك على ان اعطيت الرئاسة الحق بانها تدير الجلسة، اذا طبق ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، فليبدأ كل بذاته بان يمنح الرئاسة حقها في ادارة هذه الجلسة.